السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia untuk soalan yang pertama dari surat An-Nisa ayat 24 juz yang kelima muka surat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitab Allah alaikum. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitab Allah alaikum. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ حَسْبُك. Soalan yang kedua dari surat At-Taubah ayat 24 juz yang ke-10 muka surat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
لا يزال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. حسبك. Soalan yang ketiga dari surat Taha ayat 105 juz yang ke-16 muka surat 319. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Sila sambung ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عظما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. حسبك. Soalan yang keempat dari surat As-Saffat ayat 83 juz yang ke-23 muka surat 449. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإن من شيعته لإبراهيم. Sila sambung ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جاءه ربه إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون
قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حسبك. Soalan yang kelima dari surat At-Tur juzuk yang ke-27 muka surat 523. Sila baca dari awal surat At-Tur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم كنتم صابرون أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون حسبك. Beralih ke bahagian tafsir. Soalan yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Suratul Nahl ayat 78. Soalannya sila terjemahkan ayat tersebut dengan sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, itu adalah supaya untuk kamu bersyukur. Jawapannya tepat. Soalan yang kedua, sila nyatakan nas Al-Quran bagi maksud ayat berikut. Maksud ayat, dan apabila orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah, mereka berkata, wahai Tuhan kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu bagimu.
yang kami sembah mereka dengan meninggalkanmu, maka dengan serta-merta makhluk-makhluk yang mereka puja itu menolak dakwaan mereka dengan berkata, sesungguhnya kamu adalah berdusta. Soalan. Ulang soalannya. Dan apabila orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah, mereka berkata, wahai Tuhan kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu bagimu, yang kami sembah mereka dengan meninggalkanmu. Maka dengan serta-merta makhluk-makhluk yang mereka puja itu menolak dakwaan mereka dengan berkata, sesungguhnya kamu adalah berdusta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنتم تدعون لنا كنا ندعو من دونه وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. Jawapannya tepat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.